السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إنايا تي في. الفيديو ديال اليوم غادي نشرح يكون فيديو تفصيلي بسيط خفيف ولكن معلومة أكيدة. العديد من البنات غادي يكون يستصعب عليهم أنهم باش يلقاو جل ألويفيرا اللي هو كيتواجد في البارافارماسي، كيتواجد في المحلات ديال البيو داكشي، ولكن غادي نلقاوها سهلة كذلك. شنو هي الألويفيرا؟ الألويفيرا أنا خدت لكم اليوم هادي، وهي يا نبتة الألويفيرا. غادي نصوبو جل ديال الألويفيرا في الدار، غادي نصوبو فيه شوية، ما غاديش ندير بزاف. غادي نبداو كنجيبوها بعدا كنغسلوها مزيان 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 مزيان. أنا درت هنا ليغون، غادي نحاول بأنني ناخد غير واحد المورسو اللي نخدمو به، اللي غادي باش نديرو به مزيان. إلا بغا يقطع ليا نص الموس، حيت أنا ما باغيش يتقطع ليا. غادي نعاود معليش ندير كلشي داكشي بالواضح قدامكم. شوفوا كيفاش كتكون من الداخل. نقطعوها ثاني من هنايا. هذا الجل داخل هو اللي غادي نستعملوه، هذا هو اللي غادي نستعملوه. خاصنا نعرفوا بان الالويفيرا حاجه اللي هي فعلا حاجه اللي هي مفيده 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 مزيان 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 مزيان. علاش؟ لان الالويفيرا الجل ديالها كنقدروا نستعملوه في العديد من الوصفات التجميليه. كنقدروا نستعملوه في وصفات لفرد الشعر، كنقدروا نستعملوه للوجه في العديد من الماسكات، في القماجات. كيف القماج اللي كنت ديجا اقترحت عليكم في الفيديو اللي كان حطيته ديجا قبل في القناه. شوفوا الجل ديال الالويفيرا كيفاش كيكون. دابا قطعته بحال هكا، غادي ناخذ هاد اللب الداخل ها هو حيدته هكا، غادي نخدموه من بعد مزيان مزيان مزيان. انا ما درتش الكميه كبيره باش الفيديو ما يجيش طويل، داكشي علاش خدت غير كميه قصيره. هادشي غادي نعاود ندير. شوفوا الجيل كيفاش داير. هاد الجيل هو اللي غادي نستعملوه، هو اللي نستعملوه كالمقشر اللي وضحت لكم ديجا وسبق في الفيديو اللي محطوط في القناه ديال المقشر. غادي نقدروا نستعملوه كذلك بالوضع المباشر على الالتهاب ديال الحبوب، على البشره الحساسه. الا كانت عندنا البشره حمراء هكاك نقدروا. شوفوا ما شاء الله، انا ما غاديش ندير لكم المونتاج، غادي ندير داكشي بالمباشر باش تشوفوا. كنحطوه مثلا على الاشعه ديال الشمس، ملي كنتعرض للاشعه ديال الشمس بزاف وداكشي كنديروا الجل ديال الالويفيرا، غادي نديروا عليها غادي يهبط لينا من هذيك الهيجان وهذاك الاحمرار اللي غادي يكون تصاب لينا من ضراء الشمس هوايا. يعني فوائد جات الالويفيرا هي عديده وعديده وعديده وعديده. مزيان اننا تكون عندنا في الدار ونستخدموها باش نحافظوا عليها. انا غادي نخدمها دابا قدامكم داكشي باش نحافظوا عليها. نقدروا نديروها هكا، نقدروا نديروها في الميكسور ولكن انا كنفضل باننا نديروها بالطريقه العاديه اللي بالفرشات ونخدموها مزيان، حسن باننا نديروها في نطحنها هكاك ونطحنوها في الميكسور ولا شنو هويا. نخدموها مزيان. علاش؟ لان هذيك الساعه كتكون العيون ديالها طبيعيه، ما كنكونش باننا تكفسنا عليها، خاصنا نخليو هذاك لا تيكستور ديالها الطبيعي الناتورال. غادي نخدموها مزيان بحال هكا بحال هكا بحال هكا بحال هكا حتى كتعطينا الجل ديالها كيبقى خدام هكا. نقدروا نحتفظوا بها لمده 3 الاسابيع في الثلاجه. دونك اش كنديروا لي هذيك الساعه باش تبقى لينا مزيان، غادي نخدموها مزيان مزيان مزيان. ها هي ولات كتبدا بانها راها جلدات. غادي نديروها في بوكال يكون ديال الزاج، ما يكونش ديال البلاستيك، يكون ديال الزاج باش كيكون التعقيم، يكون التعقيم اصلا ديجا في البوكال ديال الزاج ديال القنينه الزجاجيه. وكنديروا فيها الجل وكنضيفوا عليها قطرات من فيتامين او. فيتامين او الفائده ديالته كيف سبقت وشرحت بانه كيخلي لنا كيحافظ لنا على المواد بانها كدوم لنا مده اطول. لهذا ما تخافوش، واخا تشوفوا هاد السمسو كميه كبيره انا نخدموها، غادي نقطعوها كامله، غادي نخدموها نديروها لشعرنا نديروها لوجهنا، تبقى عندنا مده اطول. 3 الاسابيع مزيانه، تبقى عندنا اكثر لا، من الافضل نستخدموها في 3 الاسابيع. نتمنى بان المعلومه ديال اليوم تكون خفيفه ظريفه وبانكم تكونوا استفدتوا منها. وهذا جل الويفيرا لانه طبيعي جدا 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 وبيو، ما كاين احسن منه. ما تنساوش الا كان الفيديو عجبكم ما تنساوش لايكات ولي جيم والبارطاج بيان سور.